جابر. صلاح، ايه اللي ما ادكش الشغل النهارده؟ لا، ما انا اصلي واخد اذن اتاخر شويه. اذن يا صلاح؟ ده احنا ما صدقنا. صدقنا يا صلاح. بقول لك ايه، انا في حكايه كده عايزك معايا فيها. انسى، ما عنديش وقت، يا دوبك اطلع العماد اعمل معاه الواجب وبارك له، وبعد كده عندي شغل للدجا. لا معلش، انا مش هاخرك. ماشي، تعال اعمل معايا الواجب وبعد كده شوفك انت عايز ايه، وكل واحد يشوف مصلحته. اسمعني بس الاول يا جابر. عايز ايه؟ عايزك تطلع معايا الحاج عمران على الصبح. معلش، في كلمتين عايزك تشتغل عليهم. كلمتين ايه بقى؟ ان شاء الله هقول لك، هتعرف لما تطلع فوق. تعال يا صلاح، تعال يا صلاح، تعال يا صلاح. ما انا خلفتك ونسيتك. معلش، الرايحه والجايه انا عايزك كلمتين. اطلع معايا. مش الموضوع، بص لمصلحتك بقى وقوم اتعيشك بقى. بصراحه انت عندك حق يا ابني، وانا ما اقدرش اقول حاجه. خلاص، يبقى خير البر عاجله. ما دام صلاح خلاص بقى جاهز وربنا كرمه في شقه، يبقى يدخله بقى. لو اخدت الشقه حاجه وبها، انا منقيها بنفسي بتاعت واحد معرفه. واحنا جاهزين يا ابني. وانا مش هكلفك حاجه يا حاج، بس المهم ورده توافق. لا، طب وهي مش موافقه ليه؟ ما انا جايبك معايا عشان كده يا جابر. كل ما اكلم ورده في موضوع الدخله ده تلاوعني وتمطوح فيا، انا مش فاهم ليه. ايه كلمة تلاوعني دي؟ ايه الكلام ده يا صلاح؟ انا ما اقصدش يا خالتي، بس هو ده اللي بيحصل. لا يا حبيبي، انا كلمة زي دي ما تتقالش على بنتي ابدا. الله، جرى ايه؟ اخس عليك يا صلاح. ايه شوية مقال. لا يا حبيبي، الراجل ما يقصدش. طب ما نجيب العروسة ونسألها. انا هنا اهو. يا ورد، ايه اللي مزعلك؟ قلت ايه يا ورد؟ أنا مش شايفة أي سبب للاستعجال. يعني إيه بقى مش شايفة أي سبب للاستعجال دي؟ ما جبنا الشقة وخلصنا. هو أنت فاكرني حتة عفش هتقعد تشيلها من هنا لهنا؟ الله، مش لازم أبقى مستعدة؟ دي حياة جديدة. الله، جرى يا بت؟ ما هو هبة وعماد دخلوا هما الاتنين وزي الفل وعايشين عادي. إيه؟ تزيدي عنها فيه أنتِ؟ أنا ماليش دعوة بحد ياما، أنا ليا دعوة بنفسي وبس. وبعدين بقول لك إيه؟ اسمعوا أنتوا الاتنين بقى. الدخلة الشهر الجاي. هتكون جهزنا العفش وكل حاجه، وانت تكوني جهزتي. وانا موافق يا معلم. طيب، على خيرة الله، الله يبارك لكم. يلا بقى نلحق نعمل الواجب، نروح للعرسان التانيين. انت رايح لهبه؟ كل ما عدى عليهم الميعاد يتاجل. يلا بصراحه نعمل الواجب. خدوني معاكم. تيجي معانا فين؟ عايز اشوف هبه فيها ايه دي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.